دايما المجموعه اللي بتبدا ثاني شهر دي دايما الطلبه بتاعتها بتبقى نوعيات مميزه نوعيات شهر يعني ممكن نقعد طب اسمك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ شاد اقعد اسمه شاد تقول ايه يا فندم؟ مش عارف انا 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 لان النوعيات بتاعت اللي بيبداوا متاخر دول غالبا مش بيذاكروا كويس مع احترامي للجميع يعني الاغلبيه فانا هوقف شرح مصر زي ما هعمل النهارده كده هوقف شرح اوزع ام سي كيو الحصه اللي فاتت والحصه دي كمان الحصه اللي فاتت يا حبيبي ماشي ما الاسئله دي على جزء من اللي فاتت وعلى شويه من هنقوله النهارده فانا قصدي ان شاء الله انا هقف على السبوره عشان الساعه 2 هقف على الاسئله في النص عشان ابقى ضمنت ان الناس كلها جت بدل ما تيجي الحصه 2 واقعد اسال 2 وربع وانت قاعد بره خد بالك احنا كنا بنقول هنا عندنا من الاول بسرعه كده احنا كنا بنقول ان طبقات الجفن كان ايه سكين مكرنا وصلت الدنيا ستيشو ومصل ودول كانوا اوربيكولارس ايكولاي وليفيت طيب سيبك من الليفيتر دي خلاص انا قلتها في الاول وهعيدها في الاخر بعد ما اخلص والناس اللي جت من الاول تمشي خلاص بعدين في سب ماسكولر حد عارف فايده السب ماسكولر اريد يا شادي سب ماسكولر فيها جريت نيرفز وفيزيت وهي مكان اعطاء الدوك الانستيزي بعدين في فايبرز اللي هي الترسس والسبتم والحاجات الجميله دي ثم في طبقه انستريت مصر عضله اسمها مولر مصر ايه حكايه المولر دي يا عم اسلام طبعا من اندر سيرفيس بليفيت ماسكه في الاور بوردر الترسس خلي بالك ماسكه في الاور بوردر بص ماسكه في الاور بوردر بص ماسكه في الاور بوردر بتعمل ايه في الاي نت ترفعه ما تقولش ترفعه الرافعه الاساسيه هي الليفيتور اسمها الليفيتور المولر هيلب ان الليفيشن هي نون استرويد الدائره الارضيه فتتغذى بالسمباثيك صعب ان انا قلته المولر دي في الجفن الفوقاني لها اخت شبهها في التحتاني اسمها انفيريور مولر لحظه من فضلك الانفيريور مولر في الجفن التحتاني تشد لفوق ولا لتحت؟ تشد لتحت بص الجفن المولر في الفوقاني تشده لين اعلى المولر التحتانيه تشده لين اسفل فهمت حاجه؟ طيب ممكن ينقطع السمباثيتك اللي بيغذي المولر اللي فوق دي لما اقول المولر يبقى انا قصدي اللي فوق ممكن ينقطع السمباثيتك اللي بيغذي المولر في سندروم كنا بندرسه في سنه اولى ربنا يمسيه بالخير معانا كريم كان بيدرسنا الكلام وطلعنا كريم عسل بورنر سندروم كنا حافظين هورنر سندروم توزيس مايوزيس انهايدروزيس ايروف سالموس لو خدت سنه اولى طب مش تجاره انجلش هتفتكر الكلام ده طب حتى لو مش فاكر لو انقطع السمباثيتك اللي رايح للجزء الفوقاني ده بتاع الجسم ده اسمه هورنر فالمولر بتشل فالجفن الفوقاني يسقط سقوط الجفن اسمه توزيس يا ترى التوزيس ده مايل اللي هو نتيجه قطع المولر مايل توزيس ولا سيفير توزيس مايل لانها اساسيه ولا مساعده؟ مساعده لكن لو انقطع العصب اللي بيغذي الليفيتور يعمل دوزس ماينر سيفير سيفير لانها اساسيه صعب ان انا قلته ده؟ طب تمام اخر حاجه في الكونجنكتايفا لا تقل كونجنكتايفا اللي يخص الجفن قالوا كونجنكتايفا يا رجاله فالفيت غلط الفالفيت كونجنكتايفا عنها تعاملتين رخمه جدا وانا هطلعهم من رخامتهم دلوقتي بالتطبيق الكلينيكي دي المعلومه الاولانيه اللي كنت شفتها طيبه دي لازقه بغيره في الترسس بغيره معلومه رخمه جدا المعلومه دي تطبيقها الكلينيكي كان ايه هتيجي ان شاء الله امراض بعد شويه فيها مشكله جوه الترسس عايز اشيل المشكله اللي جوه الترسس دي اعرف اشيل الترسس لوحدها ولا غصب عني اشيل حته من الكونش هتيجي مشكله في الكونجنكتايفا اعرف اشيل الكونجنكتايفا لوحدها ولا غصب عني اشيل حته من الترسس كده هتطلع عمليه بعد كده اسمها كده بص ايه كومبايند اكسيجن اوف ترسس اند كونج ما تكتبش حاجه ولا اي حاجه انا بس عايز اقول لك
ان الكلام ده هيبقى معتمد على المعلومه اللي بتقول ان البلبيبرال كونج فيرمي ادهرنت تو ذا تارس. الحاجه الثانيه على بعد 2 مللي من الليد مارجن من حرف الجف في حفره. تكييف هيدروليك. نعم؟ تكييف. على بعد 2 مللي من الليد مارجن في ديبريشن اسمه كده بصي سالكاس صب ترساليز. ايه يا اخويا؟ سالكاس يعني ايه؟ حفره. حفره ديبريشن. صب تحت تحت مين يا معلم؟ الترس. ديبريشن على بعد 2 مللي من الليد مارجن. البتاع ده هيبقى له اهميه في الرمض كبيره جدا. هيبقى له تجميع في اخر السنه. مثلا مثلا اسمعوا فوق مثلا اكتر مكان ينحبس فيه البولين بودي هو السلطه السب ترساليز ده. كتير مننا دخل في عينينا رمله واحنا ماشيين الرمله دي بتقعد دموع تطلع كده. ممكن الدموع دي او الرمله دي توقع الفورم بودي دي او تخلي الفورم بودي ده يقع في السلطه ده وما يعرفش يطلع. حشر ياما طلعنا من السلطه ده والله العظيم طلعنا جناح ناموسي واحد دخلت في عينه ناموسه وطبعا الدموع ومش عارف بعض يهمه بتاع الموسى ماتت طبعا انطلق اغلبها بس اتبقى حته من جناحها واقع في السلكس رمي حاجات كتير مش عايز اعرفها يعني. تمام؟ برغيت والله ما بهزر الفلاحين دول بيشوف حاجات يعني جامده جدا. برغوت نايم ميت ونايم في السلكس ابدر سالس واخد بالك ازاي؟ طفل. انا قصدي اقول لك ان هنعمل فيه عمليات هيبقى له اهميه كلينيكيه بعد كده. مشكله من الطلبه يا ايمن حسنه النيه فهو فاكر ان السلك السبتر سالس ده نقطه. هو حقيقته ايه ده؟ خط. لانه ده مقطع. لكن الحقيقه ان هو في الجفن التحتاني من الاول للاخر. وفي الفوقاني بس لو قلبنا الجفن من الاول للاخر. هبقى اوريه لكم دلوقتي عملت ايه؟ عملت بروجيكت. خلاص. عندي مشكله في حاجه كده؟ تقدر تقول طبقات الجفن دلوقتي سكين سبوتينيس. ماسل استرايد جلاز كلايوليفيت سب ماسكولر فايبرس اللي هي الترس الحصبنا مولر مصر اللي هي نص ريتد واخر حاجه خالص في حاجه اسمها ايه؟ اخر حاجه خالص في حاجه اسمها البلبيبرال كونج. طب تمام عندي جزئيه في الكلام ده خلصت كده خلصت الطبقات عندي حاجه اسمها الليد مارجن. ايه الليد مارجن ده؟ حرف الجف دلوقتي انا تخيل ان انا باصص للراجل الطيب ده باصص له من فوق كده فشفت حرف الجفن بتاعه من فوق فتبص كده تلاقي حرف جفن عامل كده. اولا في رموش قدام اهي وورا في عين المقله اهي. ايه ده هو الجفن والحرف؟ اه امال بنات بتحط الكحل على ايه؟ الاي لاينر والحاجات الجميله دي. فاهم قصدي ايه؟ بس كل ما اشرح البتاع ده طلع بعض بنخلص خلاص ايه ده هو الجفن والحرف؟ اه سمكه 2 مللي سمكه 2 انا بشرح حاجه سمكها 2 مللي قدام خالص الانتيرو بوردر شايله اللاشي والبوستيريور بوردر ان كونتاكت مع الاي بول او الاي جلوب. في مشكله؟ طيب يبقى دلوقتي هذا البتاع 2 مللي وله 2 بوردر انتيرو بوردر شايله اللاشز وبوستيريور ان كونتاكت مع الجلوب. ركزي كده بقى انتيرو بوردر راوند بوردر كارينج اللاشز الرموش. الرموش دي ما هي الا شعر وديفايند هير شعر بس بيجمنتد شويه غامق شويه سكر شويه ادخن شويه من الشعر اللي في جسمك. الرموش اللي فوق ماشيه كده طب الرموش. الرموش اللي فوق ماشيه كده ابورد فورورد اند لاترالي واللي تحت ماشيه كده داون وورد فورورد اند لاترالي. هي لازم تعرف ان المجموعه متاخره متأكد هي لازم تبقى فورورد ثانية هي لازم تبقى فورورد مش هينفع تبقى باك وورد وهي اللي هتحط في العين. تمام ولاترال للخارج. طب تمام اللي فوق اللي فوق ابورد واللي تحت لتحت يعني اللي فوق ابورد فورورد اند لاترالي واللي تحت داون وورد فورورد اند لاترالي. عدد الرموش فوق 150 تحت 75 ماشي دي مشكله كده في اللي انا بقوله ده. طب تمام طب النت هي الرموش دي في انهي بوردر يا عم الحاج؟ طب بالنسبه للمستير والبوردر طب بالنسبه للمستير والبوردر لا خليك معايا مهمه جدا لازم المستير والبوردر تبقى شارب حاده لان هيتحط ما بين المستير والبوردر والعين الدموع
لما تبقى البوستيرور بوردر حاده الدموع تقدر تتزفلط. قالت لي فاهم حاجه؟ قالت لي ادي العين اهي وادي الغده الدمعيه اهي هتفرز الدموع. لما تنزل الدموع على البوستيرور بوردر دي وهي شارب تقدر تتزحلق وتتزفلط. تتزفلط عشان ترطب العين وتروح تتصرف من الناحيه الميديال. فاهمين انا بقول ايه ولا انا؟ لو جبنا نقطه ميه حطيناها على سلايد بتاعت البتاعه بتاعت الازاز دي بتاعت الهيستولوجي والباثولوجي وحطينا فوق منها سلايد حبسناهم يحصل ايه للميه دي؟ تتفرش او تتفرد صح؟ الدموع لما تيجي تتحبس في الاريا البسيطه الصغيره دي ما بين البوستيرو مارجن والجلوب تتفرد حاجه اسمها الكابيلاريتي الخاصيه الشعريه تتفرد. لو حصل ان البوستيرو بوردر دي كان فيها ايريجولاريتي هنا كده الدموع هتيجي تتزحلق، تعرف تتزحلق؟ تقع على خدك. حد فاهم انا بقول ايه؟ ببساطة بدل ما تكتب كتير وتكتب أعصابك هي كلمة واحدة بس. بوستيرور بوردر ماست بي شارب. وإلا لو أي مرض بوظ الشاربنس بتاعها ده الدموع تقع على الخد. هنقول الكلام ده النهاردة. هنقول مرض يقع دموع الخد النهاردة. الليد مارجن ده له اتنين لاين خطين. أنا عايز حد يقعد جنب النور بعد إذنكم عشان نشرح شرح لذيذ وتطلعي أنت مستمخة من الحصة. حد يقف جنب النور بعد اذنك. لا لا ما 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 تضايقش شيء، يقف جنب النور ده هقطع حصه كذا مره عشان اوريكم حاجات عشان تفهموا كويس. عشان تبقى الدنيا لذيذه يعني. وبعدين في؟ لو انت عايز تقعد زي ما انت ممكن تقعد. خلاص اوكي. خش يا مدرسه. ما اقدرش. لسه عم بروح اتكلم عنك بعد ذكريات معاك. ايه؟ جوزي. خلي جوزي ايه؟ انسى 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 وبعدين اللي بتاع مواد كمين اساسا شيل شيل اللي بتاع ماشي على لا مش بيديني ايرور النهارده اه عشان مش عارف انا بيقول لك ان الكلام الكتير بيوجع شوك ففي اتنين لايف في اتنين لاين. الحصة دي مشمومة. مش حاسس انت كام دي؟ كام دي؟ شوف بص اهو شايف عبد الله بيصحى ازاي؟ مين ده؟ ما تجيب لي الله الجاكيت اضبطني يا اخي انا عارف اصلا نيفر مايند بليز نيفر مايند لو ما فيش شويه بليز يلا في على ليد مارجن اتنين مايند مكون من فتحات الميبوميا الميلانيا الميبوميا الميلانيا دي كانت ماشيه على طول صح فتحه جنب فتحه جنب فتحه جنب فتحه جنب فتحه جنب فتحه خط خط ابيض اسمه وايت لاين قصاد الخط الابيض خط اغمق شويه اسمه جراي لاين الوايت لاين ده يمثل فتحات الميبوميان جلاند انما الجراي لاين ده لو رحت رحت ضربه في مشرط هتلاقي نفسك جوه السب ماسكولار لاين يبقى في وايت لاين وجراي لاين يبقى في اثنين بوردر واثنين خط وفي اثنين جلاندز في غدتين ريليتد للاشز دلوقتي ادي الشعر اي شعر في التاريخ
لها سويت جلاند وسيبيشوس جلاند. برضو الرنش اللي هو شعره له سويت جلاند وسيبيشوس جلاند. بس السويت جلاند بتاعته لها اسم خاص كده اسمها مولز والسيبيشوس اسمها زايس. اقول لك على سر مش هنجيب سيره المولز تاني في الرمق خالص، مش هنحتاجها ولا هيبقى فيها امراض ولا هيبقى فيها حاجه. اللي هنقولها كتير بعد كده خالص هي مين؟ هي الزايس دي. الزايس سيبيشوس، المولز ميه. مولز ميه. مولز سويت. زايس سيبيشوس. انا حاسس ان انتوا مش فاهمين اللي دمرها. لا مش فاهمين. ايه في النور؟ مش متخيلين. مش فاهمين. مش متخيلين. معلش معلش. جو مش عايز شويه. غمضوا كده وحاولوا تخيلوا اللي دمرها. افتح يا عم نفهم من كده، نفهم من كده ان الليد مارجن كسيكنس 2 مللي، كبوردر 2 بوردر، كلاينز 2 لاين، ما تزعلوش منكم ياسمين وياسمين، كلاينز 2 لاينز، كجلاندز 2 جلاندز، كل حاجه 2 اهو. ركز في الرسمه دي جميله خالص. رموش على الديور بوردر وبصير بوردر اهو. شايفه الغده دي اللي هي الزايس فتحه هنا صح؟ جنبها فتحه ثانيه وثانيه 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 تعمل ايه؟ انا قلت ايه؟ سوري مايبوميان فتحه وفتحه بتعمل حاجه اسمها ايه؟ وايد لاين. قصادها خط اغمق. هو خط الاغمق ده هو ضارب فيه مشرط عشان يفتحه لك اسمه جري لاين. لو نزلت تحت هتلاقي جري لاين في الساب ماسكولار لاير العضلات اهي هو تحت منه. فهمت حاجه؟ كانت حد سالني المره اللي فاتت اعتقد الدكتوره هبه بتقول لي انت بتقول ان الانستيزيا هنديها في الساب ماسكولار لاير، كانت بتقول لي نعرفها ازاي؟ تيجي تشوفي حرف الجفن هتلاقي خط فاتح وخط غامق، تروحي حاطه السرنجه في الخط الغامق كده انت رسمي نظمي عظمي بقيتي فين؟ في الساب ماسكولار لاير. احقني خلاص يتخطر الجفن. تاني بص دي، بص الرسمه دي، بص الرسمه دي. ايه فين بقى يا دكتوره؟ خش يا يارا. بص الخط الابيض ده، بصي شايف الخط الافتح ده؟ الخط الفاتح ده هو مين؟ هو الوايت لاين. ده احنا كده مركزين على حرف الجيم. بصي نقطة بيضة نقطة بيضة نقطة بيضة نقطة بيضة نقطة بيضة نقطة بيضة نقطة بيضة. عارف النقط البيضة دي كلها اسمها ايه بالعرض كده؟ اسمها الوايت. قدامها حاجة أغمق شوية هيبقى اسمها ايه؟ جري لاين. الوايت لاين بالنسبة للجري لاين بوستيريور ولا انتيريور؟ الوايت لاين بوستيريور ولا انتيريور؟ بوستيريور. طب الجري بالنسبة للوايت لاين؟ انتيريور. طب الوايت لاين بالنسبة للبوستيريور شارب بوردر؟ انتيريور. الكلام ده هنحتاجه، هنعمل عمليات في الكلام ده، أنا مش بضيع وقت على الفاضي. طب تمام افتح عم النور يلا. يفضل لك شويه كلام اهبل بقى بعد كده. مثلا ايه؟ عادي جدا. بص ارتيريال بلاد سبلاي ميديان لاترال بلدبرال ارتريز. شكرا. بصي بلدبرال يعني ايه؟ يعني اي ليد. ميديال بلدبرال ارتري داخل من الميديال ولاترال بلدبرال ارتري من اللاترال جايين من الارتري الاساسي اللي بيغذي العين كلها اسمه اوفسالميك ارتري. ما يجوا يعملوا الاستموزس مع بعض يعملوا الاستموزس كده. بصي ادي ميديان وادي لاترال وادي لاترال فدي المناخير اهي. يعملوا الاستموزس قريب من المارجن والاستموزس تاني فوق عند الابر بورد اوف تارسس. عاملين اثنين ارش اثنين اركيد لور اركيد او مارجنال اركيد وسوبيريور اركيد. ادي الارتيريا. طب الفينوس حد عنده مشكله؟ الفينوس الجفن اهو وادي التارسس وادي العين. الفينز اتقسم نفسها الاثنين بلكسس. بلكسس متجمعه قصاد الترسس وبلكسس متجمعه ورا الترسس. اللي قصاد الترسس تبقى اسمها بري ترسال بلكسس واللي ورا الترسس تبقى اسمها بوست ترسال بلكسس. البري ترسال بلكسس اللي قدام قريبه من الوش تروح للفيشال فين، والبوست ترسال ورا قريبه من العين تروح للاوفسالميك فين، وكله كله 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 بالاخر بيروح للكافيرنا الساينس. اصل العين في حته في الباثولوجي اسمها دينجرس اريا اوف ذا فيس.
واي انفكشن في العين هيروح الكافيرنا الساينس وبسرعه يعمل كافيرنا الساينس ثرومبوز. مش مكتوب الكلام ده عندك بس هنقوله بعد كده. اللي انت عندك كان قال بري ترسل بلكسس على الفيشيال فين، بوست ترسل بلكسس على الاوفسال فين. انا عايز اتعرف يعرف ان الكلام ده بيروح في الاخر على الكافيرنا الساينس. لمف درينج لمفاتكس، هحتاج الليمفاتكس دي وانا بشرح. لما بيحصل انفكشن في الجفن اللي انا بشرحه ده، الليمف نود بتبقى انلارجد وتندر، بيسموها في الباثولوجي ليمف ادينوباسي، انلارجد تندر ليمف ادينوباسي. انا بدات الساعه 1:30 قال لي 2 انا لسه قايل يا شادي مش قايل المجموعه دي لها طبيعه خاصه عندي ده ماشي. وانت كبير العيله هنا انت القاضي العرفي بتاع المنطقه دي. دكتور ايه يا فندم؟ دكتور ايه؟ دكتور ايه؟ دكتور ايه؟ محمد. دكتور شريف محمد. مش خدت الراوند رقم؟ لا ما انا دكتور انا جبت. انت رحت التحرير؟ رحت. الطلبة الراوند اللي فات قالت لك هنروح التحرير ونأجل الراوند، بيهربوا من المسؤولية اللي عليهم، بيشتغلوا نفسهم. ادي شهداء محمد محمود. بص يا عبد الحاج، الليمف نود بتروح ازاي؟ لو من الناحية اللاترال سيدي الفاضل، من الناحية اللاترال بتاعت الجفن تروح للليمف نود هنا اسمها بري ويكولر. لو من الناحية الميديال من الجفن تروح للليمف نود هنا يا كابتن اسمها سب ماكسيلري او سب مانديبولر. انا بقول لك الكلام ده كدكتور هتحتاج لما الجفن يلتهب تحط ايدك على الليمف نود دي تلاقي انلارجد وتنضر. طيب لو الجفن ملتهب تحت اللاترال تحط ايدك فين؟ على انهي ليمف نود؟ على البري اوريكولر والباروتيد هنا كده ناحيه اللاترال. لو ناحيه الميديا تحط ايدك فين؟ على السب ماكسيلري. النيرف سبلاي دكتور ايه يا فندم؟ دكتوره هند. دكتوره هند هتقول لنا حاجات، مثلا هنسالها العضله اللي اسمها اوربيكولاريس اكيولاي بتتغذى من انا عصب، هتقول فيشيال 7. الفيتر اللي خدناها النهارده بتتغذى من انا عصب، هتقول الثالث اوكيلومونت. مولر اللي خدناها النهارده بتتغذى من انا عصب، هتقول سمباثيتك جدع. طب كاحساس اقول لكم على قاعده، العين والجفن وكل حاجه في الاوفثالمولوجي كاحساس بتاخد من الترايجينال. الترايجينال رقم كام؟ له ثلاث رؤوس اسمه تراي شيمينال، اوفسالمك وماكسيلري ومانديبولر. اللي يخص العين ايه؟ اوفسالمك. خلاص الجفن الفؤادي ياخد من اوفسالمك اوف تراي شيمينال. التحتاني ابن اللذينه ده لما تحط ايدك على جفن التحتاني هتلاقيه راسي على عظمه اسمها المجزلة، فمنطقي انه ياخد من المجزلري ديفيجن اوف تراي شيمينال. فهمتوا حاجه؟ خلاص خلص، خلاص خلص. في تفاصيل في الكتاب انا مش عايزها، انا اسف، في تفاصيل في الكتاب انا مش عايزها. يبقى نقول تاني، كان نيرف سبلاي، موتور نيرف سبلاي، اوربيكولاريس، فيشيال، ليفيتور، كسمباثيتك او اوتونوميك، مولر مصر لا اراديه، كاحساس ابر ليد من ال سالف ترايجينال، لور ليد من ال ماكسيلا. صعب الكلام ده؟ طب عيد تاني، ارتيريال سبلاي مسج ميديال اند لاترال بالبيبرال ارتري، كافينوس بري سيبتال بري تارسل وبوست تارسل بلكسس، كليف لاترال ليف بري اوريكولار روماتيك ميديال ليف سبمانديبولار. احنا عملنا قليل فلما انا ما عملتش كده في المجموعه العامه على فكره الدنيا كده سهله، احنا عملنا كويس ولذيذ ونقول مع بعض مش هيجرى حاجه. يعني انت لو فاضي تذاكر ولا فاضي تعمل حاجه، ما تقعد تذاكر ولا تقعد تحمل الموبايلات اللي انت بتتاجر فيه، ما انتش فاضي يعني. تمام. الليمف درينج كلاترال للبري اوريكولار والباروتيد، كميديال للسب مانديبولار او السب ماكسيلاري، كنيرف سبلاي قلنا، وقلنا اهم حاجه السنسيشن الابر من السالمك واللور من الماكسيلاري. اول حاجه بتبدا امراض بقى الايليد، بنبدا بحاجه اسمها كونجينيتال انوماليز. في كونجينيتال انوماليز حاجه اسمها انجيلو بليفورم، انا كاتب عليها في المذكره للقراءه فقط حقا وصدقا، كاتب عليها للقراءه فقط يعني مش مهمه قوي بس الشاطره بس يعني كنت قاعد تحفظها. طب اقول لكم على حاجه واحده مهمه فيها. طيب على العموم اول كونجينيتال انومالي اسمها انجيلو بليفورم. انا قلت يا دكتور ياسمين وقلت ايه؟
كلمة اي ليد في اللغة تساوي بريفارو تساوي بالبيبرال. لغويا الثلاثة دول زي بعض. لغويا الثلاثة دول زي بعض. تمام كده؟ انكيلو بليفارون يعني طفل مولود من جينة الانوماليز. جفنه الفؤادي والتحتاني جزء منهم ملزق في بعض. مولود عنده الجفن الفؤادي والتحتاني في حتة ملزقين في بعض. بس خلاص. ادميجن بين الابر ليد واللور ليد. خلاص. تاني كونجنتال انومالي اسمها بيلي فارو. بيلي فارو يعني ايه؟ جفن فيموزس. دي مهمة. يعني لو مش هتذكر الموضوع ده اقرا البيلي فارو فيموزس. بيلي فارو فيموزس كلمة فيموزس يعني مين؟ واحد يا دكتورة فتحة عينيه ضيقة. تقفل النور يا ايمن؟ ياباني. ياباني. اهي. هو ده اللي انا بشرحه. كل ما افتح الوجه تبقى تركز على الكلمه المكتوبه تعمل فايل كونجكت كونجكت. شفت اليابانيين اهو البليفارو في الموزس ده يعني يابانيين. هو لو حصل عندهم هناك لو انت كده يلا 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 هي دي بليفارو في موز. لو حصلت في اليابان هناك ما هم مع بعض بقى ايمن رشيا حاجه رشيا. لكن لو واحد اتولد طفل اتولد مصري وشكله كده بتبقى مشكله شكله بيبقى وحش. يعني ايه يعني ايه بليفارو في موزس؟ ببساطه ناروينج اوف بالبيبرا فيشر. ما هي في موزس يعني دي فتحه عينيهم ضيقه. عارف ايه اللي خلى فتحه عينيهم ضيقه؟ تضافر جهود شويه حاجات. اولا جفنهم الفؤادي مرتخي توزس. بصيله كده توزس توزس. ثانيا عندهم حته جلد زياده مغطيهم زاويه عينيهم الداخليه. ايه الكلام ده؟ بصي الناس الطبيعيه الحلوه الجميله عندهم هنا حته لحمه حمراء في الميديال كانسس الزاويه الداخليه. بص يوشين يوشين. بص ماما يوشين دي ولا طنط يوشين شايفه دي؟ خدت بالك؟ خدت بالك؟ عندهم حته جلد مغطيه على الحته دي خالص. دي اسمها ايبي كانساس. ايبي يعني ايه؟ فوق كانساس يعني زاويه العين. ايبي كانساس ما تكتبيش حاجه. سكين فولد كفرنج الميديال كانساس. طيب ايه جمال عند الناس دي؟ عندهم تيري كانساس. يا لهوي المسافه ما بين الكانساس ده والكانساس ده بالعرض كده واسعه جدا. تيري يعني ايه؟ تيري يعني بعيد. مش بيقول لك تليفون؟ تليبسي. عارف تليبسي يعني ايه؟ التخاطر عن بعد. التخاطر ذهني عن بعد. تيري يعني بعيد. تيري كانساس يعني بعاد عن بعض. واحيانا يكون عندهم اكتروبيوم لللور ليد بس مش باين في السيده الفاضله دي. جفنهم مقلوب لبره. مقلوب لبره زي كده. زي كده. يعني السندروم يا دكتوره نيره عن كلمه تيدي. اه. توزس ايبي كانساس تيري كانساس اكتروبيوم. طب انا اقول لك على حاجه ظريفه. لو انت هتتكلمي عن السندروم ده في كلمه واحده عارفه تقولي ايه؟ فتحة عينهم ضيقة. ناروينج للبلبيبرا فيشر. والله لو شفت اليابانيين هتلاقي عينهم كده مسحوبة كده وضيقة. تحس انها اتسحبت كده على الجنب وضيقة. ناروينج يعني ايه بلبيبرا فيشر؟ اللي هي الحتة اللي فاضلة ما بين الجفنين. الشق اللي بين الجفنين. صعب الكلام ده؟ أيوة. هما مولودين كده عشان دي حاجات في الجينات يا ايمن افتح النور. ثالث مشكله اسمها كولوبوما. كل انا عشان اقعد اشرح الكولوبوما دي ممكن يجي لي يعني قرحه في المعده فبعمل ايه؟ افتح البروجيكتور في النور. معلش معلش اهو خلاص عرفت عنده ايه؟ كولوبوما. اهو عرفت يعني ايه كولوبوما؟ اقول لك انا
كلوبوما يعني مولود عنده كومبليت ديفكت في الليد مارجن، في حته في الجفن طايره، مش كلوباميا، كلوبوما. ماشي. رابع مشكله او رابع كونجنتال انومالي ما تفتحش النور، اسمها ديستكيسز. يا لهوي الرموش بتتحرك لقدام بيبيد عن العين ولا لورا؟ بتطلع فورورد ولا باكورد؟ باكورد. دي في الطبيعي، في الطبيعي فورورد. لو واحد رموشه اتقلبت عشان تحك في عينه مرض اسمه تريكييزيس، مرض اسمه تريكييزيس. لو كان الرموش اللي اتحركت غلط دي عيب خلقي يبقى اسمه ديستكييزيس. يا لهوي، كان ديستكييزيس في كلمتين هو كونجنتال تريكييزيس، يعني رموش متجهه غلط عشان تحك في حبايه العين. اخر حاجه تريكييزيس may be congenital or acquired. If it is congenital, it is called dystichiasis. يعني انا اسمع عبد الله بس ممكن اصحابي يقولوا لي عبده، بس انا عبد الله برضه، فاهم حاجه؟ فهو dystichiasis تريكييزيس بس مولود بيه. لكن لما اقول لك انا بيني وبينك كده تريكييزيس، يبقى انا قصدي انها حاجه acquired بقى بعد كده، جالي مرض وعمل لي الكلام ده. خلاص؟ في مشكله اسمها ايبيكانسس. الله، ممكن الطفل يتولد ما عندوش مشكلة، ما عندوش بريفر فوموزيس ولا حاجة، بس عنده بس حتة الجلد الزيادة اسمها ايه دي بقى؟ ايبي، يعني ايه بيكانسس؟ مش كده قلت لك ما تكتبيش سكين فولد كفرنج انه كانسس الميديا اللاترال الميديا ده ايبي كانسس ده يا يجي لوحده يا يجي كجزء من السندروم اللي اسمه بريفر فوموزيس. دكتورة ياسمين كانت لها ملاحظة ذكية جدا، قالت لك على الواد اللي عنده بيكانسس، قالت لك ده حوة، ملاحظتها جيده جدا. الحقيقه ان كل اللي يشوف الواد الغلبان ده يقول انه احمر، ياخدوه لدكاتره العيون يقول لهم ده مش احمر ولا احمر. ليه بقى؟ المسافه بتاعت بياض العين لاترال كبيره جدا، البياض ده ميديال صغيره جدا بسبب حته الجلد، فكل اللي يشوفه يتهيأ له ان عنده حول، ده حول كاذب. ما تكتبيش حاجه هناخده بعد كده. اللي عنده ايبي كانسس بيدي فولس امبريشن، احساس خاطئ ان في حول. هو مش احول، هو عرف مكانها بس انت اللي متهيألك انه واحد. حول كاذب، نعم. ده بايلاترال. معلش مش قد بعض بس بايلاترال في جلد اهي. عشان الجلد الفيصل بينا كده يا جماعه، الست الطيبه ديت الطبيعيه عندها حته اللحمه الحمراء، وانت عندك الحته دي لو روحت بيتكم هتبص عليها في المرايه هتلاقيه. طول ما هي مش سهرة يبقى فعلا غطتها، ايه اللي غطاها؟ حته الجلد اسمها ايه؟ ايبي كانسس. افتح افتح النور. سبحان الله، ربنا بيحب طلب الصغار معايا. الكونجنتال انوماليز ماشيه كده A B C D E. A انكيلو بليفارو، B بليفارو فيموز، سي سي من البروبلتك كي زي ما انت بتقول كده بقى، سي كا 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 سي كا سي كولوبوم، دي سي كا مدرسه انجليزي ايه سي كا الله يرحمه سي كا طب تمام. ايه انكلو بليفور، بي بليفور وبيمون، سي كولوبوم، دي ديستكيزس، اي بيكانس. ماشي، لو مش هتذاكر الكلام ده ما تذاكروش، انت ما تذاكروش ها، بس ذاكر الليفر في موزس يا عم. ماشي يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم. احيانا الجفن ينقلب للخارج يبقى اسمه اكتروبيو، واحيانا الجفن يلف وينقلب للداخل يبقى اسمه للداخل انتروبيو، واحيانا الجفن الفوقاني يسقط يبقى اسمه توزس. احيانا يكون التوزس والانتروبيو والاكتروبيو دول كونجنتال، فبقى من ضمن كونجنتال انوماليز كونجنتال توزس كونجنتال انتروبيون كونجنتال اكتروبيون. الكلام ده تافه جدا،
ندرس الكلام ده بعد كده. فما تزعليش ولا تكتبي حتى ان الانتروبي الجفن بيلف لجوه، ما تكتبيش. انا دلوقتي انا مكسوف من اي نقطه وريتكم لف الجفن اللي لف لجوه، مكسوف من الاوض في النور. ماشي. يعني ده مثلا جفنه لافت لبره ولا لجوه؟ ده ان ولا اك؟ اك. طب ده بصي يا تظبط يا السؤال ما فاين جاست مينت يا ركز على الكلام. لا لسه فيها شويه خلاص خلاص كده. شايف الجفن كله؟ بص طب بلاش دي، انت شايف دي؟ اه باينه الرموش كل الجفن كله دار دار رولينج، بس رولينج ان ووردز ورا رولينج اوت ووردز رولينج ان. طالما ان يبقى طالما ان يبقى ان روبي. طب بص دي ها، شوف البنت الخلبانه دي، شوف. طب اشوف الراجل ده عنده ايه الجفن الفوقاني. طب بص البنت دي بس في الصوره دي، شفت جفنها ده؟ قارن ده كده دوزس ماشي حماده. افتح نورك يلا بقى. كل اللي فات ده عكس. نبدا درس نظري بيجي من عامل النظره اللي بتزيد في الشكوى كتير اسمه بليفرايز. مش احنا قلنا كل حصه هنجيب اسئله على الحصه اللي فاتت؟ خد شويه اسئله على الحصه اللي فاتت وجزء من الحصه دي كده. وهنعمل الاسئله في نص الحصه، انا هبدا اشرح كل حصه الساعه 2 وهوقف 10 دقايق نص الحصه اجيب اسئله عشان حضرتك ما تجيش متاخر. انا لازم اجيب الاسئله. قول لي انت السؤال رقم 4 صعب. لو ما عرفتش تحله مش مشكله، انا هنناقشه مع بعض. نعم ده على الحصه النهارده. وفي سؤال ولا حاجه على الحصه اللي فاتت؟ زعلانين بلاش. لا ايه 5 ايه 5 20 مش عارف ليه ولا ايه مش شايف 5 ايه والكمبيوتر بس ما عرفش صح ايه السبب ده بص هي دي سبيل بس صح سبيل ولا محدش يتكلم وانا مديكوا الاسئله عشان تتكلموا. ما تطرنيش بقى كده، خليكوا حلوين. ماشي يلا اسئله على الحصه اللي فاتت والحصات. ايه رايك؟ لا لا ما تسلم نفس بعض يا استاذ. لا ما تسلمها معلش ده اول مره. معلش انت بتحل اسئله بنحلها مع بعض. يلا معلش ما تحلوش خمنوا. السؤال الرابع حاولوا تخمنوه وانا هناقشه معاكم حاليا. حد هنا في المجموعة يا جماعة مجيب امتياز عشان بس ما تبقاش حاسس.
اشمعنى يا ولد ما في 400 واحد بيجون كده حد بيطلع من ال 100 الاوائل لا بس كده بقى هتطلع من 20 الاوائل هتطلع ايدك بقى هتطلع 10 الاوائل هتطلع الاوائل 5 10 خلاص ماشي وانا معلش بصوا عشان خاطر انا ما اعرفش اظلم حد وانا بشرح ساعات اقول والله ده في سؤال بيتسال الناس الشاطره اللي شايف نفسه انه مش قوي ما يبقاش يكتب عشان ما تحسيش بس انا بتاكل عليكي انا وانا طالب ما كنتش بحب الدكاتره اللي بتقعد تفكس وتزود معلومات خلاص يلا بسم الله الرحمن الرحيم مين يجاوب يلا قولي ايوه كده مولر ماسل ريسبونسبل فور ريفلكس بريفرنس باز من اتاك الجفت جلد الكولوجن البلبيبر فيشر اتاك الجفت انيشيشن اند مينتنس اوف ليد اليفيشن بامبنج اوف تيز الونج نزلك من الضغط انيشيشن هاند انيشيشن اند مينتنس ده جاء قبل كده في سؤال في اخر السنه دكتور عادل جابه قبل كده احمد عبد الله اه لطيف امال ايه اللي بيعمل بامبنج للتيز الونج نزلك من الضغط انا بسال واحد بس ما فيش غيره يجاوب خلاص ها مين اللي بيخلي الدموع تندفع ايوه البكتيريس اوريد اوربيكولاريس انه جزء في الاوربيكولاريس اللي هو اللاكن المنبرت اللاكن المنبرت اللي اسمه هورن المصري جميل قوي دكتور اسمها دكتور ايه دكتور جنين ليفيتور حضرتك الحته دي ليفيتور ابونيوروزيس الدكتور ياسمين جيب اتاتشمنت تو ذا بول يعني ماسكه في ايه سيب من السؤال هي ليفيتور ماسكه في ايه السكين ابر ليب ابر بوردر بتاع الترسس واللور سير بتاع الانتيريور سيرفيس والسوبر فورنكس ايه اللي غلط في دول قال لك لما الكريست لاكريمال كريست اللي هي سي يعني 2 اجابتها سي ترون هنا طب اوربيكولاريز كيولاي مصر ادي على الحصه اللي فاتت انكلود ذا فولوينج بارتس اكسبت المولر مصر ما غير الريولات مصر دي يا دكتور شروق دكتور هاجر مال ايه الريولان دي يا دكتور هاجر بس اجابه جميله بقى بتاعت الناس في الراوند برافو عليك هي المارجنال بارت جدع هي المارجنال بتاع البلبيبرال بتاع الاوربيكولاريز ماشي السؤال خمسه فوات اربعه ليفيتور بلبيبري سوبريوريز انرفيتد باي انرفيتد باي ايوه مش تقولي اوكلوموتو قولي سوبيريو اوكلوموتو اللي هي رقم ايه سؤال رقم أربعة قبل ما نجاوب السؤال رقم أربعة ده سؤال شفوي الدكتور عبد المنعم مشرف بيسأله ساعات الناس الشاطرة ساعات الناس الشاطرة بيقول لك يا ابني يفرق ايه اللور ليد في الأداة بتاعه عن الأبر ليد يفرق في الآن أولا اللور ليد أصغر يعني حجم الترسس بتاع اللور ليد 5 سنتي حوالي 5 سنتي من 4 ل 5 بتاعة الأبر 10 سنتي يا عم انت بتفهم وبعدين اللور ليد انت عارف ان هو رسم على الليمبس التحتاني لكن القمر كان بيغطي قد ايه من الكورنيا 2 مللي سندر الشاطرين شايف نفسه جاي بكده نقط اللور ليد في عضلتين اسمهم لور ليد ريتراكتور بيجذبوا الجفن التحتاني لتحت وانت بتبص لتحت جفنك التحتاني بينزل لتحت اللي بيشد لتحت عضلتين واحده من العضلتين دول ما تدعى انفيريور مولر اخر حاجه اللاشس في الجفن التحتاني 75 وان كان في الفوقاني كام 105 الناس الشاطره في الكلام ده الفروق الاناتوميكال ما بين اللور ليد والابر ليد عشان نجاوب السؤال ده جواب تخمين وسهل على فكره طيب ممكن اسالك سؤال العضلات اللي هي بتشد الجفن التحتاني لتحت دي تعتبر مساويه او يعني تعتبر شبه مين فوق شبه الليفيتور والمولر اللي فوق شبهها اتنين تحت جميل جاوب كده بقى اناتوميكالي ذا لوور اي ليد ديفر فروم ابر وان ان ذا فولوينج اكسبت هتلاقي جمله رقم بي ات كونتين
نو ماسكولار انالوج للليفيتور، يعني لا يوجد في الجفن التحتاني اي شبيه للليفيتور فوق. هو ما فيش تحت ليفيتور لكن لها شبيه اللي هو لور ليد ايه ريتراكتورز. لكن ايه سنتر اوف اتس مارجن لايز ات لور ليمب صح. الترسس 4 مللي و30 مللي لونج صح. بتاخد احساس من الانفرا اوربيتال صح. الجفن التحتاني احساسه منين؟ من مجزره الفريجيمينال عن طريق هذا العصب المدرو انفرا اورب. جمله صعبه مش في كتاب رئيس القسم دي، انا جايبها من بره كتاب رئيس القسم له كتاب ام اس كيو بيجي منه اغلب الامتحان اخر السنه. الجمله دي صعبه بره الكتاب يعني. صعبه؟ الكلام ده صعب؟ ذاكرت الحصه اللي فاتت يا شريف؟ نعم يا صاحبي؟ خمسة جاوبناه اه، خمسة اجابته A، أربعة اجابته B، ثلاثة اجابته D، اثنين اجابته C، واحد اجابته C. ده اسمه ديرماتايتس. ده مش تبع الرمى، ده تبع فكره الجلديه. بتحصل كتير قوي على فكره مش هشرحها. يعني كتير مثلا تكون انت متعود مثلا على نوع صابون معين مثلا تغيره تلاقي يبدا جلدك يحمر ويلتهب. والجلد ده ما هو جلد الجبن ده من ضمن جلد الوش. ماشي خلاص باكس كبر دماغك. في انفلاميشن في الليد جلاندز غدد الليد هنناقشها الحصه الجايه ما تشغليش بالك. في انفلاميشن لحرف الجفن الليد مارجن. شفتوا حرف الجف اللي انا طلع روحي ان انا اوريه لكم على البروجيكتور ده هتبدا تحصل فيه التهابات اسمها بليفرايتس. اذا يا احمد يا عبد الله يعني ايه بليفرايتس؟ انفلاميشن في الليد مارجن. غلط. كورونيك انفلاميشن في الليد مارجن. لازم كلمه كورونيك ده بيجي في النظر. السؤال ده بسيب شكوى كتير جدا والسؤال اهبل يعني لو ما جاوبتوش تاخد درجه وحشه. ديفينيشن كورونيك انفلاميشن في الليد مارجن. كورونيك في الطب معناها مزمن يعني ما يخفش بسرعه او بيتكرر. هتفهم انا بقول ايه ولا انا بهزي؟ مش خدتوا الكلام ده في ابتدائي؟ كورونيك دي يعني لونج بيريود او يجي ويتكرر يجي ويتكرر. المرض ده في طبيعته او البلفرايتس دي في طبيعتها انها بتتكرر كتير وفي انواع منها بتطول ما بتخفش فعشان كده اسمه كورونيك. الجفن سعادتك حرفه بيلتهب. ادي الجفن اهو حرفه اهو احنا رسمناه وادي العين. الحرف ده اللي عليه الاستراكشرز اللي احنا درسناها ينتهي. انواع انواع كذا نوع. بغض النظر عن هذه الانواع في بريدسبوزنج فاكتور للكلام. بريدسبوزنج فاكتور يعني عوامل بتساعد ان انا يجي لي الكلام ده وان الراجل الطيب اسلام ده ما يجيلوش. ايه العوامل المساعده دي؟ حاجات سهله جدا. في حاجات ميتابوليك. ميتابوليك يعني في جسم. دايابيتس بيعمل في المناعه. الدايابيتس ده بيقلل المناعه. ايه فيتامينوزس واحد عامل رجيم ولا واحد عامل رجيم وعندها نقص في الفيتامينات. دي ديبليتينج ديزيز. ديبليتينج واحد عامل سرطان وعمال يخس كده يعني. جنرال ميتابوليك. انفايرمنتال واحد بيتعرض للشمس كتير هوت اتموسفير هيوميد هيوميديتي الرطوبه عاليه دست سموك. كان عندي عيانه اسمها سلوى لن انساها ابدا. سلوى دي كان عندها بليفرايتس. بفرنس ده مرض اهبل بس مقرف طول الوقت حاسس ان حرف جفنك بي في اكلان وعايز تدعك فيه وكلام كده. تقول لك ايه؟ تقول لك انا مرعب من الكليه بستريح خالص. اما تبدا تروح الكليه والمواصلات والتراب ومش عارف تتعب جدا والشمس وكلام كده. هنحلها ايه دي بقى؟ علاقه الجواز تقعد في البيت يا عم الحاج. تبدا على ظهر روجيتا ينصح انها تتجوز وتقعد في البيت سيبها من الكليه والكلام الفاضي. حقيقي والله. فالكلام ده بجد فعلا من انفايرمنتال فاكتور مهمه. دست وهوت اتموسفير والهيوميديتي.
فعلا ميتابوليك فاكتور دايابيتس وفيتامينوز ديبليتيتد الكلام ده ما يهمناش يا عم دكاتره الرمض اوكيولار فاكتور حاجات في العين اللي عنده انكوركتد ايرورز اوف ريفراكشن يا لهوي انا لابس نظاره انا من غير النظاره عندي ايرور اوف ريفراكشن ايرور اوف ريفراكشن يعني عدم قدره على الرؤيه كويسه انا من غير ما البس النظاره ابقى انكوركتد وانا لابس النظاره ابقى كوركتد وانا قلع النظاره يا احمد مش شايفك عشان اشوف اغلب الناس اللي لابسه النظارات عارفه الكلام ما يقلع النظاره بقى يعمل كده يزر على عينه كده ويا ريت ويشوف حاله اه والله انا دلوقتي مثلا اللي شايفه الوان يعني في لون بنفسجي ورا اهو لون احمر واخد بالك وحاجه ازرق زاهي جميله كده بس انا والله ما شايف ملامح وشوش الناس دي العين بتبذل مجهود كبير عشان تشوف ويمكن يقعد يزر على عينه كده يجي له حاجه اسمها اي سترين سترين يعني ايه حزق عينه بتحزق عشان تشوف العين بتحزق دي معنى كده ان العين بذل مجهود اضافي معنى كده ان في كونجيشن احتقان داخل العين الدم مش بيتصرف كويس دم جاي كتير ومش قادر يتصرف كويس هذا النوع من الاحتقان يؤدي الى بريديسبوزيشن لحدوث انفكشن الميكروب لما يلاقي الدم راكد وفي احتقان وفي تعب جامد كده سهل جدا يحصل سكندري انفكشن اقول كده اقول تاني ما اقول تاني اقول تاني ايه اقول تاني ان دكتور الرمض هيرفع قله هيرفع فله جه له واحد عنده بليفرايتس لو قله يديله العلاج ويروحه لو فله يدور على السبب على السبب ليكون البليفرايتس دي عرض لان هو عنده قصر نظر وما عملش نظاره لسه او عنده قصر نظر وما بيلبسش نظاره فاهمين انا بقول ايه ولا يبقى اذا الاوكولار كوز هو انكوركتد ايرور اوف ريفراكشن زي شيء اسمه الاي سترين او زي حاجه اسمها ماسكولار امبالانس ايه ماسكولار امبالانس دي مش عارفين الحبايه بيحركها لبره عضله وبيحركها لجوه عضله لو في عضله منهم اضعف من الثانيه دي اضعف المفروض ان العيان يحول صح لا المخ ممكن يلحق نفسه في الاول ويبعت العضله الضعيفه دي امبلسز كتير يخليها تكونتراكت قوي تشد جامد بحيث العده دمها ايه مظبوطه لما العضله يبقى فيها انقباض جامد قوي كده مش يبقى فيها حاله من الاحتقان طب مال الكلام ده مال الجفن يا عم عبد الله انت بتهزي ما هي العين والجفن كلهم واخدين من نفس البلاد سبلاي اللي اسمه اوبسالميك ارتري ونفس الدرينج اوبسالميك فين ففي حاله من الاحتقان برضو داخل العين مش فاهم حاجه العين اهي والمناخير اهي وعضله اهي وعضله اهي ميديا ريكتس اهي ولاتر ريكتس اهي دي ضعيفه المخ ينعت لها امبلس تخليها تشد قوي 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 فيحصل احتقان داخل العين يبريدسبوز لحدوث انفكشن فبرضه العين بتحزق عشان ايه تتظبط في وعاء طبيعي يعني الاي سترين سبب يا نضاره ومش لابسها انكوركتد ايرورز لو عايز تختفي كده خلاص يا اما ماسكولار امبالانس عدم توازن في العضلات واحده اضعف من الثانيه او واحده اقوى من الثانيه خلاص كمان بريدسبوزنج ايه انا بعيد تاني بعيد مش عشان امي عارفه الكلام ده كويس جدا دكتوره وعارفه الكلام ده ميتابوليك دايابيتس وفيتامينوزس وديبليتيتنج ديزيز انفايرمنتال دست وهوت اتموسفير وسموك دخان يا دخان المصانع يا دخان السجاير غلط طب تمام ديبليتيتنج انت فاكر لما كان بيدرسك في الكانسر زمان كان يقول لك كاشيكسي كاشيكسي يعني هزال بقى جلد على العظم ديبليتيتنج زي كده عنده سرطان وجلد على العظم البيزل ميتابوليك ريت بقى ناحيه النيجاتيف نيجاتيف نيتروجين بالانس مش خدت الكلام طب يا طب يا نيجاتيف نيتروجين بالانس دكتور اسمه دكتور يا فندم دكتور احمد العيان بدا يدخل في مرحله كاتابوليك بيكسر مش انابوليك بيبني طب تمام ده يا عم الحاج احمد كله بريدسبوزنج يعني اللي عنده السكر قطعا وحتما لازم يخش في البليفرايتس الاجابه لا لان بريدسبوزنج يعني عوامل ايه لازم يطلع حاجه اسمها بريسيبيتيتنج يعني لو عندي العوامل المساعده دي كلها ومفيش بريسيبيتيتنج خلص ما يحصلش حاجه بريسيبيتيتنج يعني الشراره التي سوف تطلق نار المرض انا عندي خمس انواع لكل نوع البريسيبتيتنج الخاص بيها كتاب الاسم وانا من وراه عارض البريسيبتيتنج قبل ما اشرح الانواع بس انا مش هعمل كده انا بشرح دلوقتي لانك مش هتفهم حاجه بس وانت بتكتب في الامتحان اكتب زي ما الكتاب كاتب وزي ما المذكره كاتبه لحظه
عشان يفتس ان انت بتذاكر من حته ثانيه غير الكتاب، او مش عارف ان انت بتذاكر من غير الكتاب غير من طريقه معاه. طريقه معاه زي الكتاب كده، عق رامي برسبتيتنج قبل ما يشرح الانواع. لا انا هشرح الانواع وكل نوع اقول برسبتيتنج بتاعه. ماشي اوكي؟ مش عايزكم تضيعوا مني. ماشي؟ فريش كده. ماشي؟ فريش كده. أول ما تناموا أنتوا تبدأ يطلع غاز الأمونيا في الجو، بشم أنا ريحة بعض من أنتوا وأنا بتناموا. ما بالك بالغازات المثيرة للأعصاب دي. ماشي؟ طيب. هسقعلكم الباب شوية. طيب. انا بيك وستاد او جميل بقى التلاوت. خمس انواع بالفرنس عاملين كلمة سوابس. اسمع 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 وعوض ودانك. اس سكويبوس، يو ألسريتد، اي انجولر، بي بارازيتك، اس سبيسيفيك. اقول لك على حاجة، تعال نطلع سبيسيفيك ده بره اللعبة. سبيسيفيك واحد جاي جفنه تي بي او سيفلس، حاجه نادره جدا مش هندرسها خالص. هو ده سبيسيفيك ميكروب بعينه. ادي ادي الاس بتاعت سوابس. اس سكويبس. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا كده كاننا مش هندرس الموضوع، كاننا هندرس كام موضوع؟ خمسه. سكويبس. ايه البريسبتيتنج فاكتور بتاع السكويبس؟ سيبوريه. سيبوريه يعني قشر الشعر. بس خلص كان الولد ده او الطفل ده او العيان ده او الراجل ده بيجي له قشر على حرف جفنه زي ما بيجي له قشر في شعره. سيبوريه. بص كاتب كده كتاب وكاتبه كده المذكره. سيبوريه اوفن اسوشيتد ويز داندرف اوف ذا سكن. كاتب داندرف. سيبوريه اوف ذا سكن. سيبوريه اوف ذا سكن يعني قشر في شعره. حد عارف اللي بيطلع له قشر في شعره ده بيطلع له قشر في شعره ليه؟ هفهمها لكم بقى. ها هفهمها لكم عشان تبقوا عايشين في الدنيا. الحقيقه ان احنا كلنا طول الوقت السطح بتاع الابسيليوم بتاعنا والجلد بيقع. استراتيفايز كومس ابسيليوم يقع بيكون غير اللي عندهم بشره دهنيه. بشرتهم دهنيه. السكويمس ابسيليوم لما يقع يلزق في بعضه ويلزق في الجلد فيعمل قشره الشعر دي. اشمعنى في راس؟ اشمعنى في السكالب؟ اصل الافرازات الدهنيه هنا كتير. اشمعنى في حرف الجلد؟ يا سلام. طب ما انا فيها شعر يا لو رجلي فيها شعر تهبل عشان الافرازات الدهنيه برضه كتير. ايه ده؟ هو في افرازات دهنيه على حرف الجفن؟ الزايس والمايبوميان كمان الاثنين بيطلعوا افرازات دهنيه. فعشان كده ممكن جدا يتكون قشور على حرف الجفن. يبقى اذا هو مش هيك. بص بقى انت تبقي بقى شاطره عشان تبقي يعني يجي العيان اكشف عليه الاقي القشور على حرف جفنه وهي العيانه دي محجبه. اروح انا بقى بص عامل زي حكيم الغابه كده بيجي لك قشر في شعرك. العيان على فكره ينتهش جدا كده. ده انت دكتور شاطر وفاهم انت بتقول ايه. اه فعلا ده مشكله كبيره ومضايقاني جدا. خلاص ما انت فاهم ان القشره اللي حاطه في جفنها ده هو نفس العرض اللي بيجي لها برضه في شعرها. على فكره القشر بيحصل في ثلاث حتت. طب انا بقول لكم الكلام ده من اعراض عامه يعني بيحصل في الشعر حرف الدق وفي الودان. اكثر اماكن يحصل فيها قشور اه انا عندي اسمها الحكايه دي حاجه لازمه جدا. طب تمام لو احنا حبينا نقول الكلينيكال يجي له ايه؟ ايش لونه ايه القشر؟ اه القشر بتاع الشعر الابيض وايت سكيلز اسمه سكيلز. اللي عنده قشر على حرف جفنه ده لو شلنا القشور دي يخر دم؟ ايه اللي بتقوله ده عبد الله؟ لا خالص. الريموفال السكيلز دي يطلب تحت منها انتكت سيرفيس يمكن يبقى محمر شويه هايبريميك لكنه مش اثري. خلي بالك الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لان النوع الثاني اسمه السريتد. هيبقى فيه قشر برضه بس تحت القشر فيه ألسريتد. تحت القشر فيه ألسر. ده تحت القشر مفيش ألسر. طب تمام. تحب تعالجيه ازاي؟ هو اللي عنده قشر في شعره بيعالجه ازاي؟ شامبو فخم. مش بنعمل شامبو؟ عين الزراب وايه ده شولدر وكلير والافلام دي كلها؟ طب تمام. هو اول ما اوقف الشامبو يرجع القشر تاني؟ بالظبط. بالظبط بالظبط. عارف الجبنه نعمل ايه؟ نعمل له لوشن. نعمل له لوشن.
خل خل جميل ودعك فروه الراس لسه بس يا عم احنا نعمل لوشن اسمه صوديوم بايكربونات لوشن بهدف ان انا نعمل ايه في السكينز مش بس خلاص والله بس خلاص باقي الكلام ده حبيش عم شاهد يعني يقول لك كوريكت البين ديسبوزنج فاكتور ايه يعني يقول لك اديله انتي بايوتيك ثانيه ولا انتي بايوتيك عشان المرض نفسه ولا عشان السكندري انفكشن يعني لو نسيت تدي الانتي بايوتيك في حاجه ولا حاجه خالص اهم حاجه الشامبو عشان يشيل القشر واول ما يوقف الشامبو يرجع له القشر تاني والله فنبقى ننصحه بعد كده ان هو كل ما يخش يتشطف في اي وقت يبقى الشامبو ده يمسح بيه الرموش حتى وهي كويسه كبروفيلاكس من فضل الله على طلبة صراحه النورال سكويموس ده بدايته اس البريسيبتيتنج فاكتور بتاعه سيبوريا بدايته اس كلينيكالي عنده سكيلز بالاس وعلاجه صوديوم بايكربونات بالاس شامو بالاس سامو بالاش لا 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 ربنا فضله كبير انت جيلك اشرب شعرك بس اشرب شعرك ودانك اشرب شعرك ودانك وفور موشك اشرب ونوشك بس كده يعني كل واحد بس غالبا الرموش هتيجي معاها سكالب غالبا كده ماشي يعني نادر لما يجي على حرف على رموش ومن غير الشعر صعب بس الشعر بيجي قوي بعد تاني بس اوعى تفهم ان هو بيسقط من شعر على رموش لا لازم هي البشره نفسها بالظبط بص مكتوب ايه راحت بص مكتوب ايه اوفن اسوشيتد والسيبوريا اوف سكالب يعني غالبا كده في 90% اللي على الموش ده عنده شعره زي او سيريتد نقول تاني هما خمسه عاملين كلمه سواكس سكويموس السيريتد انجلر بارازيتك سبيسيفيك السيريتد بريسيبيتيتنج فاكتور ممكن ما تلاقيهاش مشروحه مع سكويموس تلاقي البريسيبيتيتنج مكتوبه في الاول في التجميع المجمعه في الاول ألسريتف سببها ستافيلوكوكس أوريوس يا بنتي دي فاكرين الأورجانيزم ده قوي جدا ما بيعتقش خد بالك ركز بس الله يخليك كده وتاني أدي حرف جيت مع حضرتك أهو أهو وأدي عين سعادتك إيه جه الأورجانيزم القوي المفتري ده قوي مفتري عارف يعمل إيه؟ يعمل قرحة على حرف الجيم ألسر عشان كده النوع اسمه ألسريتف ويطلع اكسيودين كتير جدا افرازات كتير وصادات كتير يلزق مع بعض ويعمل قشره عارف يا لما بتتعور تيجي تتجمع قشره كده جلطه كده تتجلط تعمل قشره تقفل الجرح او ده الافرازات والصديد عمل قشره قفلت بق الارض فانت لما تبصي له تلاقي حرف جفنه عليه ايش ايش سكويموس ولا اصريت واحده واحده قشر السكويموس كان لونه قشر الاصريت يلو يلو للصديد قشر السكويموس اسمه سكيل عشان الاس قشر الالسريتيف اسمه كراست قشر السكويموس لما يتشال ما يسيبش ألسر قشر الالسريتيف لما يتشال تحت منه ألسر كأن الالسريتيف يكون يلو كراست فوين ريموند اتليف ألسريتينج بليدينج سيرفيس في النوع الالسريتيف ده كومبليكيشن او سيكولي نفضلها دلوقتي بالله عليك يا شادي وانت راجل بتفهم لو هعالج الالسريتيف ده رقم واحد عالج الاستاف تاني بالله عليك يا شادي وانت راجل بتفهم يا عم انا بقولها تاني بالله عليك يا شادي لو هعالج الالسريتيف اول حاجه ايه هديله انتي بايوتيك اوينتمنت عشان اعالج الاستاف تديله انتي بايوتيك اوينتمنت وتنبه على المريض يدعكه كويس رب يعني يندعك اجينست ليتولوجي ويت يندعك ضد الكراستس عشان هو بيدعك كده يوقع كمان بالمره مين الكراستس ويقعد يدعك المرهم شهر اسبوعين بعد ما يخف يا لهوي يقعد يدعكه 2 ويكس افتر ابارنت كيور يقعد ياخده اسبوعين بعد ما يخف يعني هو خف اهو يقعد اسبوعين يا اخي لان الاورجانيزم مستخبي جوه الشعر جوه الهير فوليك اقول ده ليه؟ طيب في تحابيش 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 كوركت البيل ديسبوزنج فاكتور
حريش ريموفال الكراست باي صوديوم بايكربونات 3%. استني بس ما هو ده اللي بيخليكي في الكلينيكال تخسري درجات. انت ممكن تقولي في الجيم دياس السنين الاكاديمي لان هو مش فارق معاهم الترتيب ولا فارق معاهم اي حاجه الكلام ده حفظ الفريم. لكن هنا انا عايز تفهمه في السكويموس ايه اللي ما ينفعش يتنسي اللوش. لكن في الالسريتيف ايه اللي ما ينفعش يتنسي الانتيبيوتيك. يعني لو نسيت الانتيبيوتيك في السكويموس مش مشكله لكن في الالسريتيف ما عملناش حاجه خلاص. انا ليه وجه النظر انا عايز اخلي المشاكل اللي هي السكويموس دي مشاكله في الاخر خالص ولا اقولها دلوقتي. يلا نقولها وخلاص. يلا ايه هو السكويموس سوى ايه الالسريتيف بس سوى ايه الالسريتيف سوى ايه سوى هو احنا ليه ما خدناش مشاكل في السكويموس عشان ما بيعملش حاجه لسه اسمع تافه ايش ايه يعني عندي ايش بشعره الراجل مش بس بصمعي واخد بالك طيب. لكن الالسريتيف ده كارثه. بص 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 ركز انا خليك حرف الجفن عليه قرحه لازم في يوم من الايام القرحه دي يحصل لها هيلينج باي فايبروز. ركز بقى ما يحصل هيلينج باي فايبروزس والفايبروزس ده هيمسك في الشعره والفايبروزس مش كان ممكن في البصري الفايبروز بيشد بيعمل ريتراكشن لما يمسك في الشعره كده يشدها ناحيه ناحية جوه يا لهوي الرموش تحك في العين طريارة الرموش تحك في العين تريك هيزس خدناها ده مش كده وبس ده ممكن الفايبروزس يوصل لحد الهير فوليكل كل شعرة وكل رمش له جدر اسمه الهير فوليكل لو الفايبروزس وصل انه عمل ديستراكشن للجدر الشعرة هتقع ومش هتطلع تاني الرمش هيقع ومش هيطلع تاني يبقى عنده مداروزس. شوف الكتاب كاتب مداروزس وسكت على انك فاهمه والمذكره عملت كده. طب ماشي ماشي مداروزس مكتوب ديو تو ديستراكشن اوف ذا هير فوليكل باي فايبروستيشن. اكتبي مداروزس يعني تساقط للرموش الرموش وقعت مش كاتب يعني ايه اصلا اكتبي بالعربي كده تساقط الرموش ديستراكشن اوف لاش. لا مش ديستراكشن اوف لاش هو الفايبروزس بيدمر الجدر فمنطقي ان الشعره هيحصل لها ايه ملهاش جدر تقع يبقى هتلف الشعر تغير اتجاهها تقع وما تطلعش تاني مداروز قولي مداروز مداروز. طيب هتلف حرف الجيف بالله عليك حرف الجيف ده اللي عليه فايبروزس ده هيبقى فاي على طين خلاص سيكرنج لحرف الجفن اسمه تايلوزس كلمة غبية مش هناخدها في الرمض تاني خالص تايلوزس يعني سيكرنج اند هاي مش هناخدها هو تاني خالص تايلوزس يعني سيكرنج اند هايبرتري في فليد مارجن كتاب كاتبها بادية بالبي بي سايلنت مش تايلوزس تايلوز اللي يتخن ويكلمز ويبغلز يبقى منتصم القوام ولا مفرشح قوام مفرشح يبقى الليد مارجن ريجولر ولا ايه ريجولر يبقى الدموع هتتزحلق ولا هتقع بس خلاص ايه بفورة اكتبي ايه بفورة تساقط الدموع على الخد بيعيط هو بيعيط بس مش بيعيط فاهم قصدي يعني الدموع بتسقط على خد بس هو مش بيعيط ليه اصل الليد مارجن اصبح ريجولر فالدموع بتقع بسم الله الرحمن الرحيم ايه بفورة ليه نتيجة destruction للشارب بوستيريور ليد مارجن فهمت حاجة؟ مش أنا مش على أنات من الوقت قلت إن بوستيريور مارجن لازم تبقى شارب تشد الدموع تتزحلق ركز بقى في السيناريو الوهمي الخيالي الخرافي ده لما يحصل إبفرة الدموع تقع على الخد الخد يلتهب زي بالظبط لما يجيلك رشح كده في مناخيرك وتلاقي شفافك أحمر لما الخد يلتهب ويقعد فترة طويلة ملتهب من الحالة كرونيك وممكن ترجع كتير الجلد يحصل حاجه اسمها اكزيما 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 بالعربي على فكره واحنا في عامة الشعب بنقول عليها كده ده عنده اكزيما اكزيما ده الجلد يحمر ينشف لما ينشف الجلد يشد في بعضه انا بتكلم عن جلد الخد لما جلد الخد يشد في بعضه يعمل ايه في الجفن التحتاني يسحبه لبره اما الجفن يتقل لبره يعمل زي جفن اسمه ايه ايوه كده صح اكتروبيون
لما الدفن ينقلب لبره الدموع تقعد على العين ولا تقع ابفرة. ولما يحصل ابفرة يحصل ايه للاكزيما؟ يزيد. والاكزيما لما تزيد تعمل اكتروبيوم، والاكتروبيوم يعمل ابفرة وطق وهلم جر 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 جر. دخلنا في حاجه اسمها فيشن سيركل، حلقه مفرطه مكونه من ثلاثه اشياء على حرف الاي. ابفرة ادت الى اكزيما، ادت الى اكتروبيون، ادى الى مضاعفه الابفرة، ادى الى ضعف الاكزيما، وهكذا. لكن انا اسال سؤال بقى غبي، ايه اللي عمل الابفرة اصلا؟ اصلا الدستراكشن الريجولار ليد مارجن، مصير ليد مارجن. مش انا قلت كده؟ انا قلت كده خلاص. انا قلت السيكولي هكتم في الشعره وهكتم في حرف الجيم، تغير الشعره اتجاهها تركيزس طالع ما تطلعش تاني مدروزس، هكتم في حرف الجيم يدخل ويبقلص تايلوزس، واللي بيدخل بيبقى غير منتظم يؤدي الى ابيفورا مع تبعياتها، تبعياتها ابيفورا اكزيما اكتروبي. ولا ننسى بالله عليكم ان الميكروب يستطيع انه ينط من الليد مارجن يخش على الكونج فيعمل له كرونيك كونجكتيفايتس بسبب شبكه وعيب ما جابهوش. ده اول درس في الماده، فالمفروض ان انت ذاكرتيه. كل ما تيجي تقول يا رب يا هادي ذاكر اهم في الفرايز وما تكمليش، المره اللي بعدها يا رب يا هادي في الفرايز وما تكمليش. فالمفترض ان السؤال سهل، يعني لو تبص عليه ما يتسالش في الفرايز. عمي المشاكل بتاعت الفرايز، رقم واحد كرونيك كونجكتيفايتس. يعني ايه كرونيك كونجكتيفايتس؟ هو الميكروب فين الطياره؟ في حرف الجفن، انتقل الى الغشاء المبطن للجفن اللي اسمه كونج، عمل التهاب كمان في الكونج، لم يعد الانفكشن قاصر على حرف الجفن بل انتقل الى الكونج فيما يسمى كرونيك كونجكتيفايتس. الواحد اثنين وثلاثه الشعر تركيزس ومادروزس، اربعه وخمسه حرف الجفن تايلوزس وإبيفورا. علاج الأرثريتيك بريفرايتس أنتي بيوتيك أوينتمنت رد أجينست الليد مارجن فور 2 ويكس أفتر الأبارنت كيور مع كوركشن للبريديسبوزنج فاكتور مع ريموفال للكراستس باي صوديوم بايكربونيت. أنا بعيد فبعيد بسرعة، أنا بعيد. أنتي بيوتيك تصحيح البريديسبوزنج فاكتور، ريموفال للكراستس باي شامبو أو اللوشن اللي اسمه صوديوم بايكربونيت. ما هي أنواع البريفرايتس؟ سواكس اس سكويرس عنده يشرب شعر ويشرب حرف جفن. يو ارثريتيف استفيله كوكاس اوريوس وعامله قرحه وبلاوي سودا ومشاكل. انجولار بي بارازيتيك اس سبيسيفيك انجولار. غبي غبي غبي، بصي غبي لو ما كنتش غبي. انجولار يعني الانفكشن بقى له حته في الاي ليد في الانجل بس، يعني خلاص لو ما قدرتش تستوعب وتمشي معايا سجل لنفسك شريط بتغني فيه لنفسك وتقول انا غبي انا غبي انا غبي، اسمعه صباحا ومساء. يلا عم بسم الله. هو جفن الفؤادي والتحتاني اما بيتقى الدكتور يا فندم دكتور هدير الراوند ده يا ايه يا ايه واو واو ليه مثلا يعني يا هيك يا هيك هبة ألف ليه انت بس رمض 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 ده أتكلم عليه عشان في رمض رمض نون نون خلاص يا هيك يا واو يا هيك يا هيك. طب هما ليه يعني أسف سؤال بس ايه الخلايا المركب ده؟ يعني الراوندات كلها 250 طالب وانتوا 50 طالب على راسهم ايش؟ بس شوف
لا فاضي قول صفات خلاص انا كنت على اسم منه هو مش بس يا جماعه اللي هي البرامج مين يا اخويا عمر عبيد عمر عبيد دكتور البرمجولي جميل ايه كمان جميل لذيذ منعش ايه كمان والله الريتنا ايه ما تقول شوية الهاي موركس اكسن فيلد باسيلوس
اسمه كده مورك. على فكره خدتوه والله في البكتيريا، خدتوه تحت عنوان موركزيلا او موركزيلا لاكيوناتا. موجود في البريسيبتيتنج فاكتور يا اولاد، موجود في البريسيبتيتنج فاكتور. طب تمام، اقول لكم عندين وركزوا معايا خالص هتحل القصه. هذا الاورجانيزم اورجانيزم ضعيف بيروح يهرب من الدموع في الانجل، لان الدموع جواها حاجه اسمها لايسوزايم بتموته. مش فاهم، ده بني ادم ضعيف رايح يجري في الانجل لان كميه الدموع في الانجل قليله وكميه اللايسوزايم في الانجل قليله عشان يعيش. هو عامل زي البني ادم، سوري في اللفظ، الواطي اللي لما يتمكن بيبهدل الدنيا. لو واحد واطي خليته يدير ناس او يمسك ناس بيبهدله. فهو وصل للانجل وهو ضعيف ما يرحمهاش، يلاقي حرف الجف يعمل بليفارايتس، يلاقي كونجنكتيفا المغطيه بياض العين يعمل كونجنكتيفايتس، يلاقي الجلد اللي على محاذاه حرف الجف يعمل سكين ماسيريشن يهري، اكسكوريشن او ماسيريش يهري. فهمت حاجه؟ يعني ياخد منطقه الانجل مقاوله يقاول فيها، يزاول المنطقه دي. بص، لا حرف جف بلفرايتس، لا كونج كونجكتيفايتس، لا سكن ماسيريشن. السكن ماسيريشن الجلد اللي بيتهري مش سبب الاورجانيزم مباشره، سبب الانزيمات اللي بيطلعها الاورجانيزم. الاورجانيزم بيطلع بروتيوليتك انزيم، بروتيوليتك يعني بتدوب وبتهري، بتهري حرف جفكم. عشان كده انا لما اجي اعالج بيبقى ناري نارين، على رأي الكاتب الشهير هشام عباس. نار الاورجانيزم ونار الانزيمز اللي بيطلعها الاورجانيزم. عشان اموت الاورجانيزم اديله مرهم تتراسايكلين، اسمه في السوق تيراميسين، مشهور خالص تيراميسين مرهم. عشان اموت الانزيمات او اعمل لها نيوتراليزيشن اديله قطره فيها زنك، زنك سلفيت اي دروبس. طب اقول تاني، العلاج تتراسايكلين تو كيل الاورجانيزم، زنك سلفيت اي دروبس. مش مهم، مش مهم التركيز، هي 5% مش مهم. زنك سلفيت اي دروبس تو نيوتراليز الانزيم. الفكره مش في السلفيت، الفكره في مين؟ في الزنك. الفكره في الزنك، يعني اديلك زنك اوكسايد شغال، زنك اي نيله شغال، بس المهم زنك. صعب الانجولر، سببه ايه الانجولر؟ بوركس اكسن فيلم، ساعات يسموها موركزيلا، ساعات يقول عليها موركزيلا لاكيوناتا، جرام نيجاتيف باسيلاني. بياخد الانجل مقاولة بالفرايتس كونجكتيفايتس وسكين مسج. اخر حاجه البارازيتك، يا لهوي اكتب على بارازيتك كلمه مكونه من اربع حروف معفن. اكتب معفن، ميم عين ف نون. عارف ايه البارازيتك دي؟ عارف البارازيتك دي؟ واحد عنده الخمر بيوبيك لوز او هيد لوز، ريرلي هيد لوز. الامر نوعين، مش في حاجه اسمها سايروس بيوبس وسايروس كابيتس. الامر نوعين، امر من يحب يعيش ضد البيوبس بيوبيك لوز، وامر من يحب يعيش ضد الراس هيد لوز. اللي بيروح الرموش مأمن، اللي بيروح الرموش من اللي بيحب يعيش ضد البيوبيك اريا بيوبيك لوز. واضح ان الكلام ده عايز يحسب واحد معفن بقاله مثلا 7000 سنه ما استحماش، واحد معتقل او طفل من اطفال الشوارع هيستحمى ايه؟ عارف اطفال الشوارع دول يجي يمسح لك عربيتك ترمي له الفلوس كده وتقفل له مش ابعد عن العربيه اللي يوسخها اصلا. مشكله الامله الام القضب بتبيض وتطلع نتس بايض. اقفل يا عم الباب ده يا عم. الأملة الأم للقضب بتبيض وتطلع بلاك نتس، بلاك نتس بيض اسود يفقس ويطلع لارفا تكبر وتبقى قضب. واللي عنده أمر في شعره بيشتكي مني تشينج بكتيريا تشينج، يشتكي في حرف جفنه برضه من ايه؟ تشينج، يقعد يدعك ويهرش في حرف جفنه سيفير تشينج. وتفحصيه تلاقي بلاك نتس، بلاك نتس بيض اسود لازم في حرف جفنه. يا لهوي العلاج رقم واحد عشان نقتل الادلت واللارفا، عشان نقتل الادلت واللارفا ندي حاجه اسمها يلو اوكسايد اوف ميركوري، اكسيد الزئبق الاصفر.
عشان البلاك نتس نشيلها بندي لوشن اسمه أسيتيك أسيد. خد المعلومة دي بسرعة. البيض لازم في البيض بتاع الأم لازم في الرموش بمادة ألكالية. فعلشان أدوبه أديله مادة أسيتيك اللي هي أسيتيك أسيد. أقول لك على حاجة تانية بقى وريح دماغك وريح طاسة. أنا شفت مرة واحدة عيانة زي كده والله في الجامعة وفرقت عليها العيلة كلها. مش عشان خاطر دي محطتنا بس عشان هم مش هيشوف العيان ده تاني أبدا. يعني دي حاجة من الفطرة الإنسانية. حاجة من الفطرة الإنسانية يعني حتى لو هو طفل شوارع هينزل في الترعة يستحمى ولا يعمل أي زيت هيشحط مية في أي حتة وصباعه وشه يا أخي. فأنا شفتها مرة واحدة عارف عملت لها إيه؟ أديها علاج. أنا مش عايز أشوفها تاني خالص. ده الحيطة عفنة مقص صحيح وتعملها تروح قصة اللاشز. عشان كده كاتب الكتاب إنه في الريزيستنت كيسز ريموفال للاشز. تطلع تاني تطلع بعد 4-6 أسابيع تديها معاد مش هتكون موجودة فيه. يقول لك تعاليلي تعاليلي يوم سبت وأنت أصلاً مفرعيش السبت أو الجمعة وأنت أجازة الجمعة والله أفضل. العيان ده يا عم الحاج يا عم الباشمهندس حاله الوحيد يستحمى. الحاجة اللي بتدرسوها في البتاع دي في الأوضة دي في الصحة العامة جنرال هياجين مش عارف اسمها جنرال هياجين كوميونيكيشن سكيلز. طب تمام ادفل قولي حمادة ما خلصناش انت النور وخليكي جدع وخليكي حلوه يا رب الدنيا بخاف من الضلمه يا رب النور يا ابني افتح النور. انا قلت تاني كله قلت اتمنى النور بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الفترة اللي جاية دي المحصة أهم من فات. البليفرايتس خلاص حالي خلاص حالي البليفرايتس سكويموس قشر أبيض على حرف الجيب سببه القشر اللي في الشعر سيبوريه ألسريت بسببه الستاف ويعمل قشر أصفر. الأنجل بسببه المورد أكسين فيلد وياخد الأنجل مأولى بيتك أمن. ممكن يكون القضب أو ممكن يكون البيض الأسود. عشان أموت في البرازيتك القضب أدي يلو كليف ميرك. عشان أشيل البيض دكتورة هند البلاك نتس ادي اسيتيك اسيد لوش. والحل الاخير والنهائي ان انا اعمل كانسل. الحل الاخير والنهائي ان انا اعمل ريموفال للاشز. الصوره دي انا بجيبها ليه؟ اولا عشان تفهمك ثانيا عشان عليها 40 درجه 15 في الراوند على اي صوره كده و25 داخل السنه. بالله عليكم اللي عنده ايه الاصفر اصفر يبقى ايه اصفر. طب ايه الروش اللي بتحط في العين دي تركيز ليه؟ مش احنا قلنا ان الالسريت من ضمن مشاكل تركيزس خلص. امال ده الميكروب فين وده الميكروب فين؟ شايف الانجل شايف الجلد محرقني. وبصي كونجكتيفا لا مش البياض ده احنا قلنا عليه كونجكتيفا محمره يا دكتور. ما تعمليش كده ليه؟ هقول لك ايه. انا عارف ان الصوره مقرفه ماشي وعارف ان انت غلطت ان انت دخلت كليه الطب للاسف الشديد بس والله العظيم الكلام ده عليه درجات. ما تعمليش زي البيت مش هحكي لكم حاجات البيت دي بقول لها دي بدريتك ارسل بتقول بسم الله بسم الله ايه بس مش عايزه تبص للصوره اطفال. طب يلا واخد الانجل مقاول حرف جف وكونج وجلد بنعالج ازاي؟ ناري نارين. الاورجانيزم تندروسايكلين السكين ماسيريشن زنك سلفيت البيض الاسود في عيني مش عارفين نقول كده البيض الاسود في عيني لا مش نادر والله العظيم انا شفت الحاله دي مره واحده بس بيض انه الامن لقد باض انت عارفه الامن باض عارفه ايه باض يعني لها الظروف المواتيه اللي هو يقول لك حاجه بس اما ديت الله عارفه ايه ده المفروض ان انتوا تكونوا كنتوا بترسموه في الباراسايتولوجي ده القضب ابو رجيله يا ابيلا الرجوله هي بتاعته دي القضب سايرس بيوبس ولا نور حاجه الرموش اهي ما انت عنده ايه يا سلام عشان مكتوبه تحس ان هو جايب بدل ما احنا اداءنا حلق رموش مدروسس is complication of أنه طيب من البريفرايتس. كان عندي واد أسأل حاجة ولا كان عندي واد اسمه كريم افتح النور
بيجي ياخد عندي درس قريب من حوالي سنتين كده بيجي من الزمالك وانا عندي اطار مدلع جنين على فراخ. طب اقول له مارادوزس يقول لي مارادوز مارادوزس يقول لي مارادوز يا شيخ يا حبيبي كريم مادروس مارادوز اسمع اقول له مادروس يقول لي لا 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 بايخه مادروس خليها مارادوز خلوها مارادوز. شكرا يا جماعه.